وفي الملفات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، اشتكى مواطنون من منطقة الكوازي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى من شح وانعدام مياه الشرب، مطالبين إدارة المحافظة تقديم الخدمات الأساسية لمنطقتهم، فيما أكد المحافظ مثنى التميمي تخصيص قرابة 20 مليار دينار عراقي لمشاريع قضاء خانقين. تفاصيل أوفر في سياق التقرير التالي. مأساة البحث عن المياه هم يضاف إلى هموم العديد من المنازل في منطقة أركوازي شرق مدينة خانقين، التي تعاني من شحة مياه الشرب منذ سنوات. بالرغم من وصول أنابيب المياه لتلك المنازل، إلا أن التجاوزات على شبكة المياه كانت سببا في عدم الحصول على مياه الشرب حسب سكان المنطقة الذين أضيفت لهم أعباء إضافية. والله احنا المعاناة مالنا على مود المي، صار لنا 13 سنة مي ما عندنا بقرية أركوازي، زين تقريبا ثلاث فروع بال 25 بيت مي ما عندنا، زين الله وكيلك جاي 13 سنة هذا البيت يعطينا مي، زين عنده بير أركوازي يعطي المي للبيوت هذا. والله معاناة احنا صارت 13 سنة احنا هنا قطرة مي ما عندنا، الله وكيلك اكو تأسيس بوري من أول يوم سووه بس لحد الان حوا ما جايبيه. المشكله مالتنا اكو بيوت هناك يم المشروع ماخذين الماي كله، يعني ماكو ماي ما يجي هنا 13 سنه. والله هذا البيت انا بيت ابويا تقريبا 190 متر بعيد من منه، انا منك اجيب ماي لهنا، مخلي تانكي فوق السطح منك يجي لي ماي لهنا. هذا حالنا، هذا الفرع والثلاث فروع يعني قطره ماي ما عندنا، وهذا حالنا. مرات هذا اذا ماكو كهرباء نجيب تانكر 30,000 نشتري ماي. ولم تكن ازمه المياه وحدها هي ما يعانيها سكان منطقه اركوازي، بل تضاف لها عدم وجود مركز صحي وعدم تبليط الطرق، ما دفع السكان بالمطالبه من الجهات المسؤوله بالنظر لمطالبهم نظره جديه لمعالجه مشكله المنطقه. هاي المعاناه صار لها 13 سنه مثل ما الجماعه الولد قالوا. ناشدنا شكو مسؤول، انا العام قبل سنه ونص شفت السيد سوزان قلت له احنا ما عندنا مي اصلا صار لنا 12 سنه. قالت خاطبت المحافظ والمحافظ يقول على الزياده وظلينا، وخاطبنا المحافظ على مواقع التواصل الاجتماعي. اجى السيد دليار استاذ دليار اجى هنا لمدرسه الزينب، حكينا وياه قبل جد من قبل شهر تقريبا ونوصلكم، ولا واحد وصلنا ولا واحد سنة. هسه احنا كل شيء ما نريد بس نريد المي. كل الخدمات اللي لها مركز صحي اكو باركوازي، يعني كل المناطق فيها مراكز صحيه، اركوازي ما بيها مركز صحي، مي ماكو، كل الخدمات ما عندنا. والله بالنسبه لدور دائره ماء خانقين ناشدنا الدائره، اجى الاستاذ حسن اغاجان ابو حيدر جاب هذا اللي يحفرون بير الفرع ورانا، احنا تقريبا اكثر من 35-30 بيت ما عندنا ماي، اجوا جابوا الحفاره حفروا بير يمكن اكثر من 110 متر. ونصب ونزلوا حتى البواري حتى تاسماله، بس يقول مدى يكفي ومدى يفيد الماء. قلت يا باش الحل شنو؟ قال راح نخاطب السيد المحافظ محافظ دياله بركد يعطونا ميزانيه او مبلغ حتى نسحب لكم ماي من غير منطقه، لانه البير مدى يكفي المنطقه. وبدوره اكد محافظ دياله سعي الحكومه المحليه على معالجه جميع المشكلات التي يعانيها المواطنين، في اشاره الى نيه المحافظه تخصيص قرابه 20 مليار لتنفيذ المشاريع الاساسيه في القضاء. الخدمات في قضاء خانقين، الكل يعرف ان قضاء خانقين من الاقضيه التي عانت كثيرا من الاجحاف والاهمال. في موازنه 2019 خصصنا مبلغ، وفي موازنه 21 خصصنا مبلغ، وكان هذه المشاريع اللي طرحت في اخر موازنه هي بالتشاور مع اداره القضاء ومع دوائر القضاء. اليوم احنا ايضا معانا قسم من الدوائر المركزيه في دياله اتوا معانا للاطلاع على المشاريع المهمه التي يحتاجها هذا القضاء. نأمل أنه نطرح أكثر من 20 مليار هذه السنة لقضاء خانقين. نحاول مع إدارة القضاء ومع الأخوة أنه نجعل هنالك مشروع مركزي خارج تخصيصات قضاء خانقين. الحصول على مياه الشرب وباقي الخدمات باتت الشغل الشاغل لهؤلاء المواطنين في ظل أزمة مياه خانقة يعانيها العراق لأسباب عديدة، وسط غياب الحلول الناجعة لهذه الأزمة التي قد تكون ذو انعكاسات صحية وبيئية كبيرة يدفع ثمنها المواطن العراقي.
عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.